أهلا بكم من جديد. أنا بالفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية للمشاركة في اجتماع اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقدته الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والرؤساء التنفيذيين والمدراء العموميين للحكومات الإلكترونية بدول المجلس. وخلال الاجتماع قامت اللجنة بتدشين منصة تحليل البرمجيات الخبيثة الخاصة بالأمن السيبراني، وهو مشروع خليجي مشترك أعدته لجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسبات لدول مجلس التعاون، ويعتمد على أساليب التحليل الديناميكي لكشف البرمجيات الخبيثة المخزنة على الخوادم، ويعد كذلك داعما للجهود الموحدة من جانب دول المجلس لضمان أمن المعلومات وحمايتها. أبرمت وزارة الإسكان عقود بناء مشروع جلال الإسكاني بمجمع 255 بتمويل من برنامج التنمية الخليجي. وقالت الإسكان إن مشروع جلال الإسكاني يضم 194 وحدة سكنية ويشمل أرضاً لبناء مسجد مستقبلي، مشيرة إلى أن المدة الزمنية للمشروع ستبلغ حوالي 20 شهراً لتنفيذ الوحدات السكنية، على أن يكون التسليم في نهاية الربع الأول من عام 2022. وقد تم الأخذ بعين الاعتبار رفع جودة الحياة في التصميم وزيادة الرقعة الخضراء في المشروع، فضلاً عن تطبيق مفاهيم الاستدامة والحفاظ على البيئة من خلال استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل أعمدة الإنارة. صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مؤخرا على قانون رقم 17 لعام 2020 بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 40 لعام 1999، وذلك بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين بعد إقراره من مجلس الشورى ومجلس النواب. للحديث أكثر عن هذا القانون وأبعاده، يسرنا أن ينضم معنا عبر الهاتف مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة أنف القابضة الأستاذ محمد رجب أيوب. مساء الخير أستاذ محمد، وبداية، ما هو الفرق بين القانون السابق والقانون الحالي، ولماذا تم إصدار القانون الجديد؟ مساء الله بالخير أختي. في البداية أحب من خلال هذا اللقاء أن أشكر سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله على توجيهاته الدائمة بالاهتمام بالقطاع العقاري وتطويره، وتقدم بالشكر لتلفزيون البحرين على هذه الاستضافة وتسليط الضوء على هذا الموضوع. وفي نفس الوقت بعد، كما أن السلطة التشريعية حرصت على أخذ مرئيات القطاع العقاري والمطورين العقاريين قبل الموافقة على القانون، وإحنا كمطورين عقاريين رفعنا مرئياتنا وتم الأخذ بها والحمد لله. نعم. أيضا أريد أن أؤكد بأن هذا القانون الجديد لا يمس من حق تملك أشقائنا وأخواننا الخليجيين، فهذا الحق سيظل موجود، ولكن سيكون هناك تنظيم وضوابط مثل ما هو معمول به في بعض دول مجلس التعاون. نعم. فالقانون السابق والذي كانت تعمل به البحرين من سنة 1999 وإلى شهر مايو الماضي، أعطى أشقائنا الخليجيين الحق المطلق في التملك سواء الأراضي أو العقارات المبنية. أما القانون الجديد فيهدف إلى وضع ضوابط لتملك الخليجيين بدون المساس بحق التملك، بحيث جعل تملك إخواننا الخليجيين في المناطق مقيد بقرارات تنظيمية يصدرها معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية. وأعطى القانون الجديد اللجنة العليا للتخطيط العمراني صلاحيات إصدار القرارات التنظيمية اللازمة لتحديد قواعد تملك الخليجيين والمناطق المسموح فيها لهم بالتملك. حاليا الموضوع خاضع للدراسة في اللجنة العليا للتخطيط العمراني، وننتظر صدور القرارات التنظيمية خلال الأسابيع القادمة. نعم. هل سيؤثر أستاذ القانون الجديد على التداول العقاري من حيث ارتفاع أسعار العقارات على المواطنين في المستقبل؟ أعتقد تأثير هذا القانون بسيط جدا ومحدود، لأن لأسباب مختلفة، أهمها أغلب عمليات شراء العقارات للخليجيين في المناطق السكنية الاستثمارية
والقانون بشكل عام يهدف إلى إعطاء سلطة تنفيذية ممثلة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية واللجنة العليا للتخطيط العمراني المرونة اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة حسب تغيير وضع السوق. لذلك يعني أنا شخصيا متفائل بالقانون الجديد، وأعتقد أن تأثيره على السوق العقاري والإسكاني سوف يكون جيد، وسوف يساعد الدولة في خططها التي تتعلق بحل مشكلة الإسكان، ويعطيها في نفس الوقت المرونة لدراسة السوق وإصدار القرارات اللي تناسب مع وضع السوق. نعم، الأستاذ محمد رجب أيوب مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة أنفا القابضة، شكرا جزيلا لك. وننتقل الآن مشاهدينا إلى أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. في يوم واحد أغنى رجل في العالم يربح 13 مليار دولار. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1300 ونقطتين بارتفاع بنسبة 72%، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية، وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 3,691,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 403,000 دينار تم تنفيذها من خلال 39 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية، فنبدأ بالسوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 7417 نقطة بارتفاع تجاوز نصف نقطة مئوية. أما سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4256 نقطة بارتفاع بنسبة 43%. وبالنسبة لسوق دبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 2088 نقطة بارتفاع بنسبة 1.14% لتكون الرابح الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية أبيكورب توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لشركة سراج باور الإماراتية، وذلك لدعم توسع أعمال ومشاريع الشركة في منطقة الشرق الأوسط. ويعد هذا التمويل الأكبر من نوعه على صعيد منطقة دول التعاون الخليجي لمنصة متخصصة في تمويل التأجير في مجال الطاقة الشمسية الموزعة. ويدعم هذا التمويل رؤية واستراتيجية أبيكورب المتمثلة في دعم قطاع الطاقة المتجددة وتسريع التحول نحو مصادر الطاقة المستدامة إقليمياً. توفر الدراسة الاكتوارية لصناديق التقاعد فرصا مستقبلية تعود بالنفع على المتقاعدين والأجيال القادمة، وتسهم في الحفاظ على استدامة الصناديق التقاعدية. نتعرف من خلال التقرير التالي على أبرز ما جاء في هذه الدراسة الاكتوارية. الدراسة الاكتوارية التي قدمت إلى الحكومة الموقرة سلطت الضوء على عدة تحديات كان من الممكن أن تتسبب بإفلاس الصناديق لولا التدخل الحكومي السريع لمعالجة تلك التحديات والخروج بأقل الأضرار والخسائر وحفظ حقوق المتقاعدين. وفي ملخص هذه الدراسة خلال المراجعة الاكتوارية للصناديق التقاعدية والتأمينية مجموعة من النقاط، أبرزها أن العجز الاكتواري لسنة 2015 أوضح أن النتائج تقدر ب7 مليارات و500 مليون دينار
وسنة نفاذ الصندوق العام 2028، أما الخاص فكان عام 2034. أما العجز الاكتواري لسنة 2018 فكانت النتائج ب14 مليار و380 مليون دينار، وسنة نفاذ الصندوق العام 2024، أما الخاص فكان عام 2033، بمعدل انخفاض لأربع سنوات للصندوق العام وسنة للصندوق الخاص. وفي حال عدم اتخاذ أي إجراءات في هذا الشأن، فسيكون هناك عدم قدرة على دفع معاشات المتقاعدين الحاليين الذين سيحالون للتقاعد بحلول 2024، وسيؤثر ذلك على أكثر من 95 ألف متقاعد ومتقاعدة وأكثر من 140 ألف موظف وموظفة يعملون حاليا في القطاعين العام والخاص. هذه الدراسة تزيدنا عزما وإصرارا على تكثيف جهودنا الوطنية وتكاملها وتحويل مختلف التحديات بتعاوننا إلى فرص مستقبلية تعود بالنفع علينا وعلى الأجيال القادمة. حصل بنك HSBC على جائزة أفضل بنك استثماري في الشرق الأوسط، وذلك في حفل توزيع جوائز يوروماني الشرق الأوسط للتميز لعام 2020. كما حصل البنك على مجموعة 6 جوائز في الشرق الأوسط، ليتصدر البنك مرة أخرى قائمة يوروماني للأوسمة التي تعتبر الأرفع في قطاع الخدمات المالية. وتم تتويج بنك HSBC أيضا كأفضل بنك لخدمات المعاملات المالية في الشرق الأوسط وأفضل بنك للتمويل المستدام في الشرق الأوسط للسنة الثانية على التوالي التي يحصل فيها البنك على كلتا الجائزتين. توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن حزمة لتعافي اقتصاد التكتل الذي يضم 27 دولة من آثار جائحة فيروس كورونا في ختام قمة ماراثونية استمرت 5 أيام في بروكسل. وأفاد مسؤولون أن حجم الحزمة 750 مليار يورو في صورة منح وقروض لمواجهة الركود الذي نجم عن الجائحة. وبفضل هذه الأنباء ارتفع اليورو لأعلى مستوى في 4 أشهر أمام الدولار. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. في يوم واحد ربح الرجل الأغنى في العالم 13 مليار دولار، وهي أكبر قفزة إيرادات يحققها فرد واحد في 24 ساعة، وذلك وفقا لما ذكره مؤشر بليونيرز إندكس. وبهذا الربح النادر بحجمه تضخمت ثروة الأمريكي جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، وأصبحت تزيد عن 189 مليار دولار. وكانت القفزة نتيجة ارتفاع سهم الشركة بنسبة 7.9% في البورصات بسبب تحليلات أشار الخبراء فيها إلى أن التسوق عبر الإنترنت سيستمر بنموه مع استمرار فيروس كورونا بالانتشار.